ودابا مع خوتنا الفلاح نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على إنتاج الحبوب انطلاقا من اقتناء البذور حتى الاختيار الأصناف ديالها. واش تبغي تهلا فراسك وتشري ما بغيتي دابا ولا تقاد الميزانيه ديالك؟ مع لا كارت كواترو ديال القرض الفلاحي للمغرب شري ما بغيتي دابا وخلص على 4 د المرات وانت هاني. لا كارت كواترو ديال القرض الفلاحي للمغرب كتسهل تدبير حياتك اليوميه وكتمكنك من الاستفاده من تسديد مقسم على 4 شهور لكل مشترياتك، الخلاص في الانترنت في كاع المواقع المغربيه، الخلاص بدون تماس وزيد وزيد. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. فالزراعة ديال الحبوب في المغرب سيادنا كتلعب دور اقتصادي واجتماعي مهم، بحيث كتشكل من 10-20% من الناتج الفلاحي الخام، وكيمثل حوالي 40% من الميزانية التغذية عند الأسر المغربية، وكيغطي حوالي 25% من الاحتياج ديال العلف البهيم ديالنا. وباش نضمنوا النجاح ديال الزراعه ديالنا كيتوجب على خونا الفلاح انه تكون عنده درايه بالمتطلبات الميدانيه والمناخيه، وانه تكون عنده معرفه بالممارسات التقنيه الجيده والمنصوح بها في المجالات اللي مرتبطه بالانتاج والتثمين ديال المحصول، وخاصو يكون عنده درايه باهم الامراض والافات اللي كتصيب هذه الزراعه باش نحققوا الزياده في الانتاج والرفع من النسبه ديال المداخل. وباش نتكلموا على المرحلة الأولى خوتي خواتاتي الفلاحة اللي هي اقتناء أو اختيار البذور اللي يعني الزريعة، فمعظم المزارعين كيستعملوا البذور اللي كينتجوها في الموسم الزراعي اللي فات ولا من عند الجيران ديالهم، وكين بعضهم اللي كيشريها من السوق المحلي القريب ليه. بالمقابل كين واحد الفئة قليلة من الفلاحة اللي كيشري البذور اللي هي كيتنصح بها من طرف المختصين في هذا المجال، وهذا هو اللي كيأثر على نسبة الإنبات والنجاح ديال المحصول. وباش نتجاوزوا كل هاد الأمور اللي كتأثر بشكل سلبي على المحصول، كيتنصح خوتي خواتاتي الفلاحة باتباع مجموعة ديال الخطوات. فمن الأحسن أننا نستعملوا البذور المختارة واللي كتلائم المنطقة اللي غادا تكون فيها العملية ديال الزرع، كما أنه من الواجب استعمال البذور المحسنة، يعني اللي كتكون معالجة ضد الأمراض الفطرية والحشرات. وخاصنا نتجنبوا أيضا سيادنا الفلاحة استعمال البذور الغير المعالجة، ونتفاداو نستعملوا بذور اللي نضجات في ظروف مناخية ماشي مزيانة أو سبق لها نبتات في السبولة بفعل الشتاء ديال آخر الموسم الزراعي. ومن الأحسن تجنبوا استعمال البذور اللي كيتم التحسين ديالها لأكثر من جوج ديال المواسم زراعية. خوتي خواتاتي الفلاحة، حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.